يا هلا فيكم في ترند. في سابقة تعد الأولى من نوعها ناقش شاب مغربي رسالة الدكتوراه في مجال هندسة البيئة واللي كانت تحت عنوان التثمين الطاقي للنفايات المنزلية، ولكن لابس زي عامل النظافة في كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، ولاقت مبادرته استحسان من الكثيرين وعلى رأسهم عمال النظافة اللي عبروا له عن شكرهم وامتنانهم. ولما سألوه عن سبب ارتدائه لملابس عامل النظافة قال عبدالله ويكمان: قمت بارتداء زي عامل النظافة تكريما لتلك الفئة من العمال بالمغرب واعترافا بالمجهودات والخدمات اللي قدمونها خاصة في فترة جائحة كورونا المستجد. في حلقة سابقة تكلمنا عن عرض أول تغريدة نشرت على موقع تويتر للبيع لأعلى سعر، وبالفعل تم بيع التغريدة أمس بمبلغ 2,900,000 دولار، وقام بشرائها سينا ستافي الرئيس التنفيذي لشركة بريدج أوراكل، وبيتم تخصيص المبلغ لمحاربة الفقر في قارة إفريقيا. وجاء في التغريدة اللي نشرت في 21 مارس من عام 2006 واللي كملت يوم الأحد 15 عام على نشرها: أعمل على إطلاق حساب تويتر الخاص بي، وذلك في الوقت اللي كان فيه تويتر مجرد شبكة تواصل داخلية بين الموظفين في موقع أوديو. انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بشكل كبير للصياد الأمريكي نيت إيزاك من ولاية ألاسكا، واللي تمكن من الإمساك بواحدة من المخلوقات البحرية الغريبة واللي نادرا ما نشوفها، وهي نوع من أنواع ثعابين البحر يصل طولها إلى مترين. طبعا إيزاك ما ضيع الفرصة والتقط عدد من الصور مع هالسمكة الغريبة قبل لا يرجعها إلى البحر. أكثر من 4 ملايين مشاهدة حصدها مقطع فيديو مدته 58 ثانية لمدرس ما قدر ياخذ طلابه إلى حديقة الحيوانات بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن ذي الشيء ما منعه من أخذهم للحديقة لكن بطريقة جديدة. نتابع. Tape here. What do we have now, class? A rhino. A rhino, that's right. Oh. And then the rhino runs away. Awesome. What do you see about the orangutan's habitat outside? What is it? Oh, and do you see the orangutan coming? It's coming outside now. It looks like he's eating some grass. Let's keep going. What did you guys think of our class field trip? So you guys would come on another virtual field trip with me? وبهالخبر مشاهدينا نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، وقبل لا أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون برنامج ترند وباقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق بي اتش تي في ام راديو. مع السلامة.